عنه ونعطيه الكلمة ولنا الشرف في أن نستمع له، وهو الذي له باع وأيضا من المعارف القائد منذر الزميلي رحمه الله. فلتتفضل مشكورا أخونا الدكتور أمجد قرشا، وعذرا على التعريفات البسيطة، فمقامكم محفوظ لدينا. أكرمكم الله، أكرمكم الله، وأعتذر على يعني أني تسببت في شيء من التعديلات، فارق الوقت والتوقيت ونوعية الالتزامات ألزمتني بهذا، فمنكم العذر. السلام عليكم، حياكم الله جميعا، عظم الله أجر الأمة، عظم الله أجر أهل الفقيد، عظم الله أجركم أخي الحباب وأخي الحبيب وأهل رحمه الله أبو الحباب، نسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة وأن يغفر له. يا أحبة، الوقت قصير لكن لابد من كلمة. ديننا دين عظيم، الله سبحانه وتعالى لم يترك لنا شيئا إلا وطمأننا. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. نحن معاشر المسلمين من دون أهل الأرض ومن آمن معنا وأكرمه الله بالإيمان نعلم ماذا يجري. الموت عندنا بداية حياة رائعة، الموت عندنا بوابة انتقال إلى الراحة وبوابة ترك لضنك هذه الحياة. الله سبحانه وتعالى في أجمل وصف يصف العبد المؤمن كيف ينتقل، تتنزل عليهم الملائكة، لا لم يقل ينزل عليه ملك، قال تتنزل، كناية على أنهم مجموعات ضخمة وتنزل من كثرتها على مجموعات. مهمتهم أن يرحبوا بلغتنا المبسطة بالقادم الجديد الوافد على ربه. مهمتهم ألا تخافوا، لا تخف يا عبد الله وأنت تنتقل إلى عالم الآخرة، ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. من بشاراتي نحن نتحدث عن بشارة، وستحدث لماذا. حديث النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري إن الرجل إذا كان في ترك للدنيا وإقبال على الآخرة عند الدفن، قال جاءه رجل صبيح الوجه فقال يا ذا الوجه الصبيح صبحك الله من أنت؟ يقول أنا عملك الصالح سأبقى جليسك إلى يوم القيامة، فيمد له أو ينسأ له في رواية في قبره مد البصر، ثم يقال له نم نومة العروس، والعروس في اللغة يطلق على الذكر والأنثى. قال حتى تمر عليه فترة البرزخ والتي قد تكون 1000 عام كأنها ركعتي ظهر أو عصر. موطن الشاهد يا أحبة، صحيح أننا نتحدث في مجلس عزاء، صحيح أننا نتحدث عن الموت، لكن معاشر المسلمين الذين أكرمهم الله بالالتزام، وأسأل الله أن تكونوا وأكون معكم من هؤلاء، ونحسب أخانا أبا الحباب منهم، ينبغي أن نتحدث عن بشارات. من وفقه الله ليكون بشوشا دائما، ليكون داعما للمساجد، ليكون من أوائل المصلين، ليكون مؤسسا لمدرسة إسلامية داعما لها، ليكون مؤسسا لجمعية خيرية، ليكون متابعا للفقراء والمساكين والمحتاجين، ومعلما ومتابعا. ولا يترك، يذكرني أبو الحباب رحمه الله بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه بما معناه، يصف شخصا من المسلمين قال كلما سمع هيعة طار إليها، بمعنى كلما سمع حي على الجهاد طار إليها. هذا الوصف يكاد ينطبق على أبي الحباب، ما سمع بباب من الخير. أنا شخصيا تعاملت معه ربما عشرات المرات لأناس محتاجين كانوا يبحثون عن أهل الخير، فأتوسط عنده لأجلهم، إن لم يستطع مباشرة لا يتركني إلا ويربطهم بآخرين. كم فعل من الخير في السر والعلني، وكم دعم وكم فعل بعد كل هذه الخيرات، وكم ترك من إرث طيب في ذريته وفي أهله، وأهله كلهم أهل خير. حينما نعزي لا نقول العزاء بالطريقة المعتادة، بل سنقول بإذن المولى عز وجل بالمؤشرات. وأختم بهذه يا أحبة، حديث الصحيح قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم حينما مرت جنازة فأثنى الناس عليها خيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت، ثم مرت جنازة فأثنى الناس عليها شرا أو سوءا فقال وجبت. قالوا ما وجبت يا رسول الله؟ قال أنتم شهداء الله في الأرض، وسبحان الله قبل أقل من ساعتين كنت في خطبة الجمعة هنا في شرق كندا أتحدث عن هذا الموضوع في سياق آخر. قال أنتم شهداء الله في الأرض،
تفسير بعض العلماء لكلمة أنتم شهداء الله في الأرض، أي إذا أراد الله أن يظهر حسن خاتمة شخص أو سوء خاتمة شخص يجري على ألسنة الناس بشكل عفوي فطري طبيعي دون ترتيب وتنسيق، إما مدحا لهذا الإنسان ليعلم أهله ومن حوله ومن شهده بحسن خاتمته، أو الأخرى أعاذنا الله منها. فانظر إذا كان أهل أقاصي المغرب على آلاف الكيلومترات يتحدثون عن أعماله ويقومون بليلة عزاء، فإلى أين وصل الخير؟ أسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة، وأسأل الله أن يحسن ختامنا كما نحسبه عند الله قد أحسن ختامه، اللهم آمين. يا أحبتنا في المغرب، نحبكم في الله، وأشعر بالتقصير جدا 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 أن أهل المشرق تواصلنا مع أهل المغرب ضعيف. لعل الله سبحانه وتعالى بمثل هذه المبادرات يجمع ويقارب بين القلوب، ونرجع يركب أحدنا بإذن الله سيارته في أقصى الخليج العربي ولا يتطلب منه دفع فيزا واحدة حتى يصل إلى أقصى المغرب عندكم. أسأل الله نشهد هذا قريبا ببركة وحسن وخلق أهل الخير والحق، أن ينتشر هذا الحق. عظم الله أجركم يا آل زميلي، عظم الله أجركم يا كشافة العالم العربي ويا كشافة الأردن وكشافة المغرب، جزاكم الله خيرا على استقبالي معكم، وأعتذر مرة أخرى على أني دخلت بهذه السرعة وسأخرج لكن فارق التوقيت حتم علي مثل هذا الأمر. جزاكم الله خير، عظم الله أجركم وأحسن ختامنا وختامكم، اللهم آمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لك دكتورنا أمجد قرشاد الداعية المعروف، أستاذ التفسير وعلوم القرآن أيضا. انتقلت مؤخرا إلى كندا ونعلم إكراهات التوقيت والانشغالات، فجزاك الله خيرا. نحن الذين نشكرك على أن كنت معنا وأنك أدليت بشهادتك. طبعا أنا أريد أن أعتذر من أخي عدنان حبيدان أيضا أني دخلت على الخط وأخذت مكانه، وربما باللهجة الأردنية كركبت برنامجه. أبدا بالعكس، يعني هذا وسام لنا وإحنا نعتز بكلمتك. الله يسعدك. ولنا أن نضيف على حديثك. الله يسعدك أخي عدنان، الله يكرمكم جميعا، بارك الله فيكم، نحبكم في الله، وعظم الله أجركم جميعا. شكرا. أظن أن هناك مشاكل تقنية في الشيخ أحمد عمورة، لست أدري هل يعني تمكن من الدخول، في انتظار تأكيد هل الدكتور أحمد عمورة موجود، إذا كان يعلمني، وإلا فسنعطي الكلمة للقائد عدنان حميدان ليليه. فالقائد عبد الحليم زيدان، هل الدكتور أو الشيخ أحمد عمورة هل موجود معنا؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد. طبعا يا أخوة سامحوني، أنا حتى من كثرة الضغط والانشغال خرجت من خطبة الجمعة مباشرة، انتقلت إلى مكان آخر، وفي المكان الآخر عندي ارتباط مع أهل المغرب، المغرب العربي، دولة المغرب، في زي ليلة عزاء لأبي الحباب منذر زميلي من الأردن رحمه الله، كان قائدا في الكشافة، لذلك تسمعون كلمة قائد، قائد يقصدون قائد في الكشافة، من أهل الخير نحسبه كذلك عند الله سبحانه وتعالى. أسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة، وأن يغفر له ويغفر لنا. سبحان الله، قدر الله لنا عدد الوفيات حولنا، عدد كبير جدا في هذه الأيام. هو لأنه كان قائدا في الكشافة طبعا، وكان من أهل الخير، ومؤسسا لجمعية خيرية، ومؤسسا لمدرسة إسلامية، ومن أهل الخير في المسجد ويساعد. وأنا شخصيا كثير من الأحيان كنت أبعث له بناس من يعني من المحتاجين، وما أذكر في حياته قصر مع أحد أبدا من المحتاجين الذين كانوا يصلونني، أنا واسطة فقط، أنا لست من أهل الصدقات ولا من أهل الأموال، لكن الناس تأتيني بحكم أني في الوجه يعني، فأبحث عن أهل الخير من العشرات الذين أعرفهم. ما رد أحدا في ظاهر ذاكرتي ما أعلم أحدا، رحمه الله رحمة واسعة. وإذا كان معنا أحد من آل زميلي الكرام عظم الله أجركم، وأرجو أن توصلوا عزاءنا للجميع، وأن يرحمه وأن يغفر له، وجزاكم الله خير. وأعتذر أني أنا ما كتبتش أصلا شو الموضوع، لأني أنا بالكاد لحقت أصلا الموضوع، لأنه فرق الساعات بيننا وبين المغرب، يا
يعني موجودين الآن من أقصى شرق العالم العربي للغرب على موقع، وأنا الوحيد الموجود في آخر الدنيا على بعد 7 ساعات. فأنا اضطررت ودخلت معهم على الخط بشكل مباشر ثم خرجت بشكل مباشر. ولكن للأمانة خلوني بس أغلق الزوم وبدي أحكي قضية. اللهم صل على سيدنا محمد. الأخ أبو محمد الخالدي بيقول: السلام عليكم، لو تكرمت الدعاء لعمي أبو زوجتي اسمه محمد عايد أبو صلاح على صفحتك. نسأل الله سبحانه وتعالى. هاي عم تسمعوا أخونا الكريم أبو محمد الخالدي يطلب منا مني ومنكم الدعاء لحماه والد زوجته اللي هو محمد عايد أبو صلاح. أسأل الله أن يرحمه وأن يغفر له وأن يغسله بالماء والثلج والبرد وأن يتجاوز عن خطاياه وأن يرحمه رحمة واسعة وأن يبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله. اللهم أمين. الله يكرمكم يجزيكم الخير جميعا وأشكركم على المتابعة. وتعرفوا يا أخوي يا أخوات موضوع فكرة سبحان الله العزاء، قبل دقائق بس كمان برضه بعثت بالعزاء، وأنا سأكتب على صفحتي المهندس مروان الفاعوري الله يكرمه، والده توفي أيضا يعني قبل مش عارف ساعات أظن يعني قبل ساعات من الآن، أبو مروان الفاعوري. فإذا كان عندنا هنا أحد منهم عظم الله أجركم يا آل الفاعوري أيضا، وأتمنى أن أستطاع إن شاء الله بعثت له بالتعزية، لكن أكيد الآن مشغول بتجهيزات الدفن. الدفن غدا، يعني هو توفي قبل ساعات، يعني حجم ولكن عزاءنا الحمد لله. برجع بقول ديننا العظيم يا أحبة أعطانا رؤية واضحة من فضل الله علينا. نحن نعرف المؤمن أين سينتقل، نعم الله سبحانه وتعالى أخبرنا، وقلت قبل قليل إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، وآيات طبعا كثيرة جدا جدا، لكن هذه من أبرز الآيات المبشرات. اللهم صل على سيدنا محمد. الأخ يزن النسر بيقول: أنا ضدك في هذا الموضوع يا أستاذ، كلام الناس لا يحدد مصير الشخص بعد مماته، لأن الناس لا تنطق بالحق إلا ما ندر، الناس تتكلم بما يتناسب مصالحها. أخي يزن الله يكرمك، اسمح لي أنا كمان أني أوضح لك قصدي. كلامك بزاوية صح في المصالح الطبيعية والعادية، أنا عم بتحدث عن حالة خاصة. بعدين أنت بتقول أنا ضدك، أنت مش قضية أنا ضدك أنا ضدي، أنا النبي صلى الله عليه وسلم حكى بالحديث الصحيح عفوا، أنا عم بشرح لك شو معنى الحديث وبشرح لك إيش قالوا العلماء المعتبرين عند شرح أحاديث البخاري ومسلم في الموضوع عفوا. فالقضية مش قضية رأي شخصي يعني عفوا، يعني سامحني بس قضية مش قضية أنا ضدك وأنت ضدي وضدي وضدك، مش هي موضوع مش هيك. نحن نتحدث عن علم غيب الله يكرمك، سامحني يعني أنا ما بعرف شو تخصص حضرتك، إن لم تكن مختص بالعلوم الشرعية فأرجو أن تأخذ هذه المعلومة بحكم الاختصاص. النبي صلى الله عليه وسلم لما نوصل عند قضايا تتعلق بعلم الغيب نقطة، وعندنا إحنا بالنسبة لنا نؤمن بالوحي المحفوظ القرآن والسنة الصحيحة، ما نخبر به بما ثبت عندنا من نصوص ما لم تحتمل تأويلا آخر، الأصل أنه نأخذ فيها، والقضية مش قضية آراء شخصية. النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الحديث الصحيح أنه مرت جنازة فقال وجبت، قالوا ما وجبت يا رسول الله، قالوا أنتم شهداء الله في الأرض. اللي عم تتفضل فيه أنا حكيت سبحان الله بالخطوة قبل شوي، وارد أنه يكون واحد ميت وييجوا ناس بعيد عنك فعلا ينافقوا أهله، طبعا بتصير مع الزعماء، حكيت حتى بالمثال، يعني بتلاقي زعيم عربي مثلا على سبيل المثال مات، فالنظام العسكري اللي حوله بدهم يخلوا الناس يطبلوا له ويزمروا له وهو ميت، ممكن ينزلوا المخابرات والجيش والأمن كلهم وكذا. وارد كلامك صح، أنا لذلك حطيت قيد، شوف قيدي، لما إنسان يموت موت طبيعية لا هو زعيم ولا قائد ولا مسؤول ولا حدا سائل إذا حدا حكى ولا حدا عزى، فعفويا الناس لا هي خايفة من عصاه ولا هي خايفة من لا مصلحة ولا مفسد، عادي بالعكس الواحد تعبان ومشغول وحالته حالة، ولو عزة ولا ما عزة وحكى وما حكى ما حد سأل فيه، والناس مشغولة وقلون عالم، تيجي الناس بشكل عفوي فطري طبيعي دون أي ضغط، ومن بتعرفش من بيطلع من هون ومن هون ومن هون وكلهم الله يرحمه، هذا يطلع من هون الله يجزيه الخير الله يكرمه بشاشته التزامه مساعدته فاعل للخير، هذا الكلام لما يطلع بدون ما حدا ألزم إلى آخره، فسروا العلماء إنه جزء من قانون الله في الكون أنه يجري على ألسنة الخلق
بمعنى يدفع الناس دفعا، بيحكوا هذا الكلام، فهذا بكون مؤشر أراده الله أن يظهر عن حسن خاتمة هذا الإنسان. فالقضية مش تحديد مصير، هي مش بالحرفية اللي حضرتك تفضل فيها ولا هذا المقصود، وإنما من مؤشر يستثنى من ذلك. طبعا لما تحدث عن حكينا مثل ما تفضلت يكون في مصلحة أو نفاق بالذات في العالم السياسي وبالذات عند كبراء الناس الأثرياء جدا جدا أو السياسيين والزعماء والكذا، هذا الأصل تحط علامة استفهام لأنه فعلا في كثير من النفاق في هذا الموضوع، لكن هؤلاء استثناء القاعدة العامة. واحد بآخر الدنيا الآن توفاه الله ولا حدا سائل فيه ولا حدا عارف مات ولا عاش، يجي واحد من آخر الدنيا ويكتب رحمك الله يا فلان، لا أنسى اللحظة التي كنت فيها، لا كذا أوتي هذاك من هنا، تيجي عندك 1000 مقالة إجت من 40 دولة في العالم على إنسان له سياسي وله أمني وكذا لآخره، هذا مؤشر. هنا بنفهم زي الشيء بالشيء يذكر، الشيء بالشيء يذكر، قصة قرأتها مرة على أنه إنسان كان كبير في العمر مريض في المستشفى، كان يأتي ابنه ويوميا ويتابعه ويدير باله عليه ويجيب له أكل ويحنن عليه وكذا وروح. فالممرضة معجبة جدا كانت بسلوك الابن، قديش هو عطوف ورحيم وحنون ورائع جدا ولا يمكن يتأخر ولا يمكن يتخلف عن الزيارة، واللطف اللي بيعامل فيه ويجيب له الأكل ويدير باله عليه والمستشفى. فالممرضة هيك كسرت الحاجز، بتقول له بتحكي له بتقول له بما معنى الكلام نيالك، يعني هنيئا لك هذا الولد. قالها مش ابني. قالت له مش ابنك العاد، مين هذا اللي بيجي كل يوم؟ قال هذا يتيم في الحارة اللي كنت فيها. نعم كيف يعني مش؟ طبعا شاب كبير الآن. قال هذا اللي شايفيته يتيم، كان في الحارة، يبدو عائلة فقيرة معدومة ما عندهم ناس، توفي أبوه فخلص ما بتقولش ولا ناس، فكان يبكي بقول أنا كنت يعني بصحتي وقوتي قبل كذا سنة مثلا 20 سنة، توفي أبوه وهو ولد صغير في الحارة، فأخذ يبكي ولا أحد، عائلة فقيرة لا وراها لا قدامها، مات الأب دفنه. قال فكان هذا الطفل اللي الآن شاب كان يبكي، فجئت إليه خففت عنه واسيته وأعطيته شيئا من الحلوى. بتقول راحت الأيام وإجت الأيام، كبر واشتغل وصار وكذا، قال أنا افتقرت وتعبت وتوفيت زوجتي توفيت أولادي ما بقي عندي أحد، عم ببرني بسببه. كل ما يجي هو موطن الشاهد الآن سجل، يقول له يا عماه ما زلت أذكر طعم تلك الحلوى، يمكن 20 سنة مش قادر أنسى، مش قادر أنسى إيش، مش قادر أنسى أنه إجت في وقتها. هذا يتيم ولا ورا ولا قدامه ولا ناس سائل فيه، بيبكي لحاله في الشارع، أبو ميت حتى لا فاهم شو معنى موت ولا حدا قال، مجرد بس إجا حنحن على راسه مثلا على سبيل المثال، وأقول لك أعطاه حلوة، بقول ما زلت أذكر طعم تلك الحلوة. موطن الشاهد مثل هذه الأمور ما إحنا شاهدنا بحياتها، أختي صاحب أخ يزن أظن، نعم بنشاهدنا بحياتها بحياتنا. هذا يعني لو مثلا إنسان توفي في الحارة أنت ساكن فيها وإجا ناس من كل الحارات الأخيرة، اللي يقول الله يسهل عليه كان يدير باله على عيلتين ثلاثة، اللي يقول والله ما بنساله يوم ما ابني راح كان بيحتاجين طوارئ شغل سيارته وراح، واللي بيجي الله يسهل عليه توسط لنا عند ناس من قرايبه مشان نحل مشكلة الولد لما أخذوا أوراقه وضيعوها، واللي هذا إيش هذا؟ هذا ما لا مصالح ولا نفاق ولا غيره، إنسان بسيط لكن الناس اجتمعت على قول كلمة الخير بعد وفاته ولا مصلحته. هذه الحالات نفهم معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنتم شهداء الله في الأرض. أرجو أن يكون وضحت أخي يزن المقصود في الموضوع، وإلا الزاوية اللي تتفضل فيها صحيحة في زواياها الخاصة المحصورة، والله أعلم. طيب الله يجزيكم خير جميعا، إذا في شيء على اللي أقوله فقط الأخ طارق بيقول الفيديوهات المباشرة أبكر. والله يا أخي أنا عايش في كندا، أنا في شرق كندا، بيني وبينكم 7 أو 8 أو 9 ساعات، يعني ماذا أفعل؟ ما بقدر أبلش فيديوهات أول ما أصحى، يعني عندي التزامات عندي شغل، يعني سامحني بس غصب عني فرق الوقت هو ومنسجله، إذا حدا حب يعني شعر بشيء من الفائدة بيشوف المسجل، لكن سامحوني غصب عني هذا الأمر. الله يكرمكم بارك فيكم إن شاء الله. في هنا سؤال أخته بتسأل، أنا عمري 17
هل الله ما بحب الجبن وضعف الشخصية؟ أنا بعاني وخايف أو خايفة كثير من الموضوع والله. إذا أنا فهمت صح صاحب أو صاحبة السؤال، لأنه مذكر ومؤنث مختلف، مش واضح هو شاب ولا بنت. صاحب أو صاحبة السؤال بيسأل عن موضوع الجبن وضعف الشخصية، فأنا بعاني وخايف يكون الموضوع. شوفوا، الأصل في المؤمن أن يكون بعيدا عن ضعف الشخصية، ولكن ما في تناقض بدهي بين ضعف الشخصية يكون له أسبابه، على الأقل فهمي. أنا ما عم بحكيش حرام وحلال الآن، ما عم بحكي كفر وإيمان الآن. الأصل لما نحكي الأصل، الوضع الطبيعي، الوضع الطبيعي إنه الفهم الصحيح للإيمان وعيش مفردات الإيمان بيعطي قوة شخصية. طيب أنا دخلت بمفردات الإيمان وفي نفس الوقت عندي ضعف شخصية، ضعف الشخصية سببه سياقات اجتماعية تربوية، هل لها حلول؟ نعم، هذه برأيي حلها بمنطقتين. أول إشي بالعلاج ما يسمى المعرفي السلوكي، يعني بدنا نغير القناعات اللي هون 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 هون، نغير المفاهيم والأولويات والأوزان للقيم. لمعت أن واحد سبب ضعف شخصيته أنه بيعمل هالة كبيرة جدا جدا وبيستحي كثير من الناس أنهم مثلا بزعلوا منه، بدنا نغير قيمة أنه so what، يعني إيش إذا زعلوا الناس لإشي أنت ما عملته غلط. هو ما أعطي هالقد وزن، بالعلاج المعرفي السلوكي بدنا نفهمه أنه الوزن لازم يكون هالقد فرضا، لا تضلك تكبره، خذ قرار بانه هالقد. اذا ما عندهم حد بدون سبب يزعلوا، ايش اسوي يعني؟ اضلني ارج 24 ساعه؟ بغير قناعات واوزان. والملف الاخر اللي هو في سلوكات بقوم فيها، بدي اعطي مثال صغير جدا وسريع، قصه رمزيه هي ليست حقيقيه، لكن بدي اخذ الخلاصه منها من باب الحكمه الضاله المؤمن انا وجدها فهو احق بها. يقال أن مشرفا على موقع لبناء ناطحة سحاب مر بجانب الموقع وكان في عمال تكسير حجارة. تعرفوا إحنا في بلاد الشام، يمكن أهل المغرب ما عندهم، يمكن دول أخرى ما عندهم، لكن بلاد الشام معروف جدا وتخصيصا الأردن وفلسطين وسوريا ولبنان، والرأس الرأس فلسطين والأردن، اللي هو البناء في الحجارة وتكسير الحجارة، بسموه الحجار. هذا عندنا أساس للحياة إحنا. فالقصة بتقول إنه الحجارين اللي هم بيجلسوا عند الموقع، تؤتى قطع الحجارة بيصيروا يسموه دقيق الحجر، بدق الحجارة بيعملها الزوايا، بحط عليها النقشة، ماشي؟ فهذا يسمى عمال تكسير الحجارة أو نقيش الحجر باللهجة تبعتنا، أو دقيق الحجارة إلى آخره. فثلاثة عمال يقوم بتكسير الحجارة في الموقع لبناء ناطحة السحاب. يقال أن المشرف جاء إلى الأول، ثلاثتهم فقط يكسرون الحجارة، بيجيبوا حجر وبيدقوا في الجاكوش، هذا عمله. سأل الأول ماذا تفعل؟ فقال أقوم بتكسير الحجارة كما أمرني سيدي. ذهب للثاني نفسه على بعد أمتار، سأله نفس السؤال، قال ماذا تفعل؟ قال أنا أرسم لوحة جميلة. ذهب للثالث قال له ماذا تفعل؟ طلع له هيك بنوع من الغضب، قال له ويحك أنا أبني ناطحة سحاب. أما الأول تقول الرواية فرأى نفسه عبدا، هيك اطلع حاله، أعطى لنفسه قيمة أني أنا عبد أقوم بتكسير الحجارة كما أمرني سيدي. أما الثاني فرأى نفسه فنانا يرسم لوحة فنية، بيستمتع، enjoying his life، أبي بيستمتع. أما الثالث فرأى نفسه صاحب المشروع، قال له وينك أنت؟ شو ليش بسوي زلمة؟ ببني ناطحة سحاب يا زلمة أنا. لاحظوا؟ قصة رمزية بس تعطيك أنت كيف تعطي قيمة للشيء، وبالتالي بتطلع عليه ينعكس على سلوكك وبيعطي نوع من كسر الحواجز في السلوكات. لذلك من هنا الإيمان الصح، ها الإيمان الصح، شو اللي خلى بلال يتحمل التعذيب رضي الله عنه؟ يجلدوه يضربوا أحد أحد، قوة الإيمان والنظرة. شو اللي خلى ربعي بن عامر يوقف أمام رستم يقول له نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج العبادة من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة؟ رستم قائد الجيوش الفارسية، أقوى جيش على كوكب على سطح الأرض في ذلك الوقت، 260 ألف جندي، بلغة اليوم تحريكهم وقوتهم كان شيء مرعب الآن، فما بالك قبل 1400 سنة؟ 260 ألف زي ما تقول جيش الآن من 10 مليون بالنسبية، فأقوى جيش على كوكب الأرض كان. وربعي بن عامر كان عبارة عن صحابي قبلها أعرابي رضي الله عنهم لا يعرفه أحد في الصحراء،
فلما تغيرت النظرة العقدية وقيم من أول كانت منظومته اللي هون إيش، معك قرش بتسوى قرش، عشيرتك أقوى إذا بتغزو العشائر الأخرى وبتعتدي عليها وبتغتصب شو اسمه سبي النساء وبتقتل النساء، هذا كانت منظومة، نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول ما، هاي كانت منظومة التفكير تبعتهم، قيم الأمور بناء عليها الأوزان كانت تمر. فلما جاءت المنظومة الصح اترتب الترتيب صح، الخالق هو الله، الرازق هو الله، لا أخاف إلا من الله، الكون مخلوق من الله وسخره ليخدمني، فلا أخاف من الظواهر الطبيعية، لا بخاف لا من شمس ولا من قمر ولا من جن ولا من قرود ولا من سعادين ولا من كذا، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المتوكلون، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إلى ومن يتق الله يجعل له مخرجا. هاي المنظومة أخذها ولله المثل الأعلى، فقط تشبيه بسيط، وكأنه أدخل سوفتوير، شال السوفتوير القديم، سوفتوير اللي كان يحتوي على طبعة مشوهة مضروبة، نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، لذلك اللي عندهم عبارات تشبه، ها بعيد عنكم بعيد عنكم، لكن في أمثلة تنتشر في 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 محيطنا بعض الأحيان، بيقول إذا بعيد عنكم اعذروني على اللفظة، بس شوفوا شوفوا المنظومة الفكرية لما تنزل الحضيض، بيقولوا بعيد عنكم بوس الكلب على ثمه تتاخذ حاجتك منه. طب المؤمن عنده إشي اسمه العزة والكرامة، ما بزبطش، هذا مثل الحيط الحيط وربنا الستر، ها حط راسك بين الروس وقول يا قطاع الروس، هذا كله مرفوض إيمانيا. عندنا بدك قول كلمة الحق، لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن ينزل عليك، منظومة كلها اختلفت. شو هنا؟ منظومة قيم الأمور في الهنا، فبالتالي اختلفت السلوك. موضوع طويل جدا جدا، عم برد على الأخ أو الأخت اللي بيقول أنا عندي ضعف شخصية مع الإيمان، أرجو أني أكون وضحت بشكل سريع جدا. الله يكرمكم ويبارك فيكم إن شاء الله ويجزيكم الخير. وهي الأخ محمد الله يجزيه خير شعبان عم بذكرنا أيضا بالحديث الصحيح إن لم تخن الذاكرة رواه الإمام مسلم، مستريح ومستراح منه، ها المؤمن يستريح من ضنك الدنيا والفاجر والفاسق والكافر يستراح منه، يستريح منه الشجر والبلاد والعباد والدواب، تخيل الشجر الشجر والدواب الحيوانات تستريح من الفاسق الفاجر المنافق والكافر، هذا حديث صحيح أيضا. طبعا أنا مضطر أرد أرجع أحكي دائما يا إخوة، أنا عمالي بتعامل مع حوالي أكثر من 2 مليون إنسان، لا أستطيع أن أتواصل مع أحد لأني أنا أوريدي أنا عم بشتغل مع مئات، أنا بشتغل هنا فعندي موعد مع العشرات، وبعض الأحيان مشان أوصل لمرحلة أؤدي واجبي تجاه موعد أعطيته 17 يوم 15 20 يوم لواجباتي، لأني بقدم هنا استشارات أسرية واستشارات زوجية في المنطقة اللي بعيش فيها وباخذ راتبي لأجلها، عندي موعد مع عشرات ثم مع مئات غير الأشخاص اللي موجودين على هاتفي وبيبعتوا لي بالعشرات أو ربما بالمئات، فلا يمكنني مستحيل أنا بشر ضعيف إني أفتح الباب على البث لكل من قال لي، طبعا أتمنى لكني لا أستطيع، سامحوني معلش، كل من يطلب التواصل على الخاص لأي شغلة عم بتعامل مع مئات، بالكاد عم بقدر أنجز للعشرات، فوضعي مستحيل لا أستطيع يعني، سامحوني معلش. طبعا للي داخلين عم بسأل شو الموضوع اليوم، انا الصحيح ببساطه كنت داخل على زوم ميتينج خاص بكشافه المغرب، عم بيعملوا ليله عزاء لابي الحباب منذر زميلي رحمه الله الذي توفي في الاردن قبل يومين او ثلاثه، من اهل الخير والصلاح، طلبوا مني ان اقول كلمه في عزائه، فبثتها على الصفحه هنا، وعم نتحدث ومقدم العزاء للمهندس مروان الفاعوري ولابنه معاذ مروان الفاعوري بوفاة والد المهندس مروان الفاعوري
عظم الله أجركم جميعا، آل زميلي وآل فعوري الكرام، أسأل الله سبحانه وتعالى. فبالطريق وجدت بعض الأسئلة فعم بجاوبها، جزاكم الله خير، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا برحمته وأن يغفر لنا. شكرا لكم جزيلا، وأرجو أن أكون قد أجبت إجابة شافية عن موضوع ضعف الشخصية. السلام عليكم.